وزارة حكومة دفتر على الصومالية وزارة حسن على غير مدى حويناها بونتلان وزارة سعيد عبد الله الدني مدى حويناها كوفر قلبيد عبد العزيز حسن محمد مدى حويناها شبلان أحمد محمد إسلام مدى حويناها هيرشابيلي محمد عبد الوارث مدحوينا كحيينكا قلمدو قدونكا بارلمانكا قلمدو قولياشا وزيردا إيا حل ديباندا دوردا فدرالكا قولياشا وزيردا إيا حل ديباندا دوردا حبناكا دوردا فدرالكا مرتي شرفتا سياسيينتا علماء الدينكا دالين يردا قبضاها بهذا صحافتا إذا مدى قالوا كسيدا لما أنك سوق الجلياش حفلة دان ما عكستوا الوفر اليوم واحد يقول سلام إسلام تسلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب ما عشان هذا الكيدين كم تجربته عو حفلة وحياة هيد أو لقصة حري أما جنانة كيلو حفلة دين يجي جوشي يجو أمدي لجو جاري جلمدو ما راح نقارن كا يوم هذا الصومالي سقط تمد أو جو أمدي لجو قاتي أيه أو نروح حفلة دين نبي هيد واحد كذا كم الجيران؟ وعرف أنا أم هذا اليوم ملاحظة قرنك ملاحظة الدولة ده حبناها كا دولة فدرال كا لما عن مسؤولين تي منصب كستوي ما موس كستوي لهاي هالك على سقوط تمد جوا ماذا لحلق لك سومالي أي سوق أي شيء وقت كلا تشوجو أدلو سوق أي كحرمي أي إني جاران قا مرير قال مدوك سومالي لك حرمي أي أو تلزري أو صبري وقت جا أبحي أي آد يا آد بانكم هذا عليا وحن لنا هاي أنتي أتقولينك يا حفيصة دي كم قنايدين إن كم مهم سنبال قبتين إن كم وين بعد قبتين تی گرگار که هد می دی گود بالغتی رون تی امان یه شرف بان دین های نه هدان های غیر جل می دو سومالی و دان نوادین های سه انتی تلا دا لیسوی می قب ک سو قالتی سو آس آستی سو اقبشی آد یه آد رونتی وحنا لیلاین رجل الملوك إلاوين صومالي إلاوين بعد كشان وعن ربعين عن سي قرقار قوت المامو مدحويناها دور الدفتر على الصومالية هي رئيس الوزراء حكومة الدفتر على الصومالية ومركي دور ذا حمناها كدور الدفتر على كيسوي مادين دلبدين عطسدين سو أقبلي لو يميد ثلاثة ندر درجلي إن أنا راه ذا مدحد يقرن كوي ما سنتي وأنا أقول لكم أن هذا المشروع الذي يحصل على المشروع إن رؤوس عمله لا تشده وضيين بدن بموجي وحنا هو إن يسداس رتي أساس كويم ملحوين ياش صاحب بدعة ولا له أنا وحي جيستين تلدي أساس كيدو قال حيك صوب الله ضي تي وح بونت أو أح إن قلب دخل سوي ما دو صاحب بدعي ملحوين ياش شرفتاي مرت شرفتا دمان مسؤولين تلك عسقوت تمد وما هتنتهين وما هتنتهين كوشي اللي يقول يني نوات شوكتان طلعت الدمبا هي مدرش الدمبا أنا والنوم مدة سنتهاي رجع المدق نو هم هالعلنا يا سيدا أيو شرفتا آدم وتشين وتكسر دويسين ما لحد يقرنك رنتي وحن أمان جارة سومال إذن كوه هاي سعدي كل ديار جرو هي وقت من اللي نسين سيدا عروس دويسين ما لحد يقرنك
halka ka sii wada gooshi waa idin taal gooshi Soomaaliyeed gurigiina taal madaxdi iyo masuuliyiintii sharafta badneyd oo inta aan ku maamustayna oo ka aqbashayna gooshiina inay yimaadaan oo gurigiina ku tashadaan sigaara subax xalqaanteen halka ka sii wada dardaarankii abwaaniinta iyo fanaaniinta soo bandhigeen waa la fuliyay dardaarankaas waa la tariyay waa la aqbalay waa la idinku xurmay dad inta dhimana waa la gaarayaa guusheeda ilaahay idinkii kalsooni baana ku qabnaa mudane ra-iisul wasaare madaxweyneyaal martida sharafta leh soo dhowaada waa mahadsan tihiin weliba waxaan rabnaa inaad gurigiina sii joogtaan ku nagaataan haddaan u badano mid madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaare waa nala joogaya maalmaha wahubaaye oo reer galmudug aa xiiso badan u qaba caawa inta ka muujiyeene madaxweyneyaasha madaxweynihii hawl gaaraho degdega yeeshaan fasaxayna inta kale waa noo sii joogayaan soo saas maaha horta reer galmudug nabadda laguma xama jirin ee dadka inay u nabad jecel yihiin madaxda sharafta leh horta ma laga qaada fariintaas habeen dhaweeda waxaan yidhi reer galmudug warankoodii yaan bay ka tunteen marka qaar waxay yidhahdeen ma waxaad ka wadaa waa is dhiibne maya beeraan faranaynaa saasaa naga daacada yaambadaasaa naga daacada meeshii wax ka adkaadaan waa baryaynaa waa u gurguuranaynaa garkaana soo qabanaynaa soo maa waa mahadsantihiin madaxa sharafta leh allah isaga allah idin sharfo guulaysta reer galmudugna waa mahad banaanan baan idin celinaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh